التاريخ قد فرض غباره على بعض الشخصيات وبعض الناس سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو رياضية، فالتاريخ لا يستنكر أبدا ولن ينكر رجالاته التي أعطت وأعطت الكثير من أجل هذا البلد الحبيب، ومنهم سي حرشي الذي سيقدم نفسه ويحدثكم عن نواياه وعن أهدافه من خلال هذا الروبورتاج الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد الحرشي من مواليد 1963، لاعب سابق لوفاق بوزنيقة، سبق لي دربت عدة فرق في قسم الوطني للهوات. الآن عندي مدرسة ديال كرة القدم اللي كنت وخر فيها الخير وكنشتغل بفضل ديال الله سبحانه وتعالى ومع هاد الوليدات باش كنأهلوهم ونطوروا المسائل التقنية ديالهم وكنوعيهم لأن باش يكونوا من أفراد صالحة في المجتمع، لأن كاينين ظواهر كثيرة دابا اللي كتكون وراء انحراف بعض الأطفال. فالحمد لله ولله الحمد، حنا كنخدموا معاهم وكنحاولوا أننا نوصلوا لهم الرسالة، وهي رسالة اللي كلشي كيواعي بها، وهي الرياضة أخلاق أولا. ومن هذا المنبر ديالكم كنبغي نوجه الرسالة للناس المسؤولين على المدينة باش يدعمونا ويعاونوا هاد الوليدات، لان ما عندنا حتى شي حاجه من غيرهم، ما عندنا حتى واحد اللي غادي يدعمنا من غيرهم. هو كاين حنا خدامين بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنبر كنشكر رئيس مجلس البلديه السي الحاج محمد كريمين اللي كيقدم مساعدات وكي باش هاد المدينه تزدهر رياضيا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش الرساله ديالنا توصل لجميع المسؤولين عن القطاع الرياضي باش يحاولوا يساعدوا هاد الوليدات، ماشي غير المدرسه ديالي انا، حيت كاين بزاف النوادي في مدينه بوزنيقه اللي عندهم مشكل ديال الامكانيات وكاين قله الملاعب، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش الرساله ديالنا توصل والحمد لله. إنها فلسفة عظمى، إنها فلسفة كبيرة ينادي بها أحد أبناء هذه المدينة، فلنكن له أيضا أذنا صاغية لتتحقق كل نواياه وكل أهدافه، وما هي إلا للخير، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الإنسان ما يريده إلا خدمة لوطنه ولمدينته تحت شعار دائم ألا وهو الله الوطن الملك. الآن متواجدين في مدرسة كرة القدم من مدينة بوزنيقة، ومعنا أحد أقطاب الكرة المغربية اللي أحرج عدة نوادي مغربية، السي عبد الكبير مابقاوش عندنا وليدات ديال المدينة، يعني كلشي هاجر، كلشي مابقاش باغي حتى واحد من القضايا تعطى للكرة، يعني خلاص ملي درنا هاد المدرسة ديالنا ديال المستقبل، إلا سميناها مستقبل، إلا سميناها مستقبل، إلا مستقبل على ولاد المدينة، باش نحيو الكرة في المدينة، باش نرجعوا ولاد المدينة ورجعوا ولاد البلاد، باش عاود يعطيو للمدينة عاود الأوكيل ديالها وترجع الفرقة كيما كانت وترجع للمشاريع إن شاء الله، باش نحيو الكرة ديالنا في المدينة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على شبابنا الذي يطمح دائما للرقي في جميع المجالات، سواء منها الرياضية أو الثقافية أو السياسية، وهذه المدينة تستحق كل خير وتستحق التشجيع والدعم. شكرا سيدي. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.